عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن. وطبعا هذه تقول آخر اللي هو الجزء الثالث وإحنا في كربلاء. طبعا بعطيكم جولة في الغرفة الحين. الغرفة عبارة عن حمام، وهذا سرير علي مستانس بواجد ما أدري ليش، وهذا سريري وهذا سرير زكي. السلام عليكم، هذا يوم الثاني في كربلاء. المهم طبعا الحين بنروح مقام الامام الصادق ومقام الامام المهدي، نروح هناك. انا صورت ليك عاد نازل بالدرج، لان هناك مصعدهم يا لي طول ساعتين لما يجي الدرج. اريح لك في النص، لا اريح الدرج. قدام مقام الإمام الصادق. احنا الحين قاعدين نمشي نسوق نسوق ونزور مقامات العلم يعني. أنا محتاجك وفهم ماي وشفا وأقراك قرآن. متعلم الشاي يا دين وتكوين ويا عمر ويا كل الأيام. دمعاتي وياي تحكي لك تشكي لك من دهري وكل خطوة آلام. جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشا. أنا محتاجك وفا ما يوشفا. دخلنا في طبعا العتبة العباسية، عندها شركة اسمها الكافي، في عندها أماكن واجد أكل وماي وما أدري وشو. نحن قاعدين في سوبر ماركت ولا حق ما أدري وشو، عندهم اشياء واجد. هنا الكافيه، شوف هذا الكافيه، عندهم هذا كل شيء داوم، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هنا، كل شيء شو اسمه الكافيه عليه كل حاجه. شطه الكافيه صاص كتشب الكافيه، كل شيء عندهم، حتى اللحم والدجاج والهمبرجر وحتى فلافل فلافل كل معلم كل شيء. هنا هذا العمود، اخر عمود هنا نهايه طريق المشايه. يا ساتر، جايتين دجاج إلا الدجاج. والله يتمشى وكذا تمشي في الطريق ما تشوف الدجاج. الحين في زراني كربلاء، كل كذا أماكن بسيطة، أشياء صغار بس حلوة جميلة. كل شيء كل شيء كل شيء تنباع عندك هنا. إحنا دخلنا تونا محل مصابيح ده، بس هنا عندهم اتراب كذا واجد واكياس، تاخذ لك بس كيس وعلى الواحد تاخذ لك 30 تربع. والله زين يعني مجانا مو فلوس. الجو غبر، صارت السماء رمادي كله غبر، غبر صار مره، غبره قويه، غبر الجو غبره قويه. شوف السماء كيف لونها، والله ما يبين. طبعا هذا اخر يوم لنا في كربلاء، بكره الساعه 8 طالعين رايحين المطار. منظر رهيب. احنا قاعدين في المطار، حماما قاعد تجول. وهنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسى اللايك والاشتراك. كان معك حسن، مع السلامة.